السلام عليكم. Now we are going to discuss hyperlipidemia and pathophysiology of atherosclerotic cardiovascular diseases, for example, ischemic stroke and ischemic heart disease. قبل ما ندسكس الهايبرليبيديميا، تعالوا نتعرف مع بعض على إجابة سؤال مهم جدا، وهو What is the biological role of lipids؟ الليبيدز فايدتها إيه في جسمي؟ أول حاجة السنسز اوف سيل ميمبرينز، وكلنا عارفين شكل الليبيد باي لاير اللي بيتكون منها السيل ميمبرين. تاني حاجة تكوين المايلين شيث اللي بيحوط على الأكسونز بتاعت النيورونز، ولذلك بيلعب رول مهم جدا في تكوين البرين. ايه كمان؟ نمبر 2 بريكيرسور اوف ستيرويد هرمونز زي السكس هرمونز والكورتيكوستيرويدز والفيتامين دي. نمبر 3 انه كمان بيدخل في الفورميشن اوف بايل سولز، والبايل سولز دي مهمه جدا للدايجيشن والابزوربشن اوف دايتري ليبيدز والفات سوليبل فيتامينز. نمبر 4 الانرجي يوتيلايزيشن، الفاتي اسيد بتقدر تدي اي تي بي. طب وات از ذا هايبرليبيديميا، او ساعات يطلق عليها هايبر لايبوبروتينيميا او اليفيتد كوليسترول ليفل؟ هي زياده في البلازما لايبوبروتينز، وتعتبر one of the most important risk factors for atherosclerotic cardiovascular diseases زي الستروك، اسكيميك ستروك والاسكيميك هارت ديزيز. المين بلازما ليبيدز ثلاثة، أولا الكوليسترول، وده في منه فري كوليسترول وكوليسترول استر موستلي. تاني حاجة الترايجليسرايدز. تالت حاجة هو الفوسفوليبيدز. كل من الكوليسترول استر والترايجليسرايدز ار انسوليبل في البلد، لانهم بيبقوا نون ايونايزد، والبلد از ايونايزد، فما بيقدروش يدوبوا ويمشوا في البلد، فعشان ينتقل الليبيدز للجسم لازم تنتقل في البلد. فعشان كده بتتكون حاجه اسمها اللايبوبروتينز. اللايبوبروتينز دي لو بصينا هنا هنلاقي الكور اللي جوه اللي هو مش هيقدر يمشي في الدم، بيتكون من الحاجتين اللي ما بيدوبوش في الدم، الكوليسترول والترايجليسرايد، بيحوط عليها من بره الفوسفوليبيدز وكوليسترول فري، وحاجة مهمة جدا اللي هو الابوبروتين. الابوبروتين ده عامل زي العوامة بالظبط، بيمسك الليبيد ويمشي بيها في الدم. الابوبروتينز بيبقوا ايونايزد، عشان كده بيقدروا ينتقلوا في الدم بسهولة، وبياخدوا ويشيلوا معاهم الليبيدز اللي هو الكوليسترول والتراي جليسرايدز. عشان كده بنسمي الاستراكشر ده اللايبو بروتينز، عشان فيه ليبيدز وفيه ابو بروتين. اجين، يبقى اللايبو بروتينز بتتكون من لايبو اللي هو الليبيدز الكوليسترول الاستر والتراي جليسرايدز، ولكن دولت بيبقوا ووتر انسوليبل او نون بولر، فما بيقدروش يمشوا في الدم، يدوبوا ويمشوا في الدم، عشان كده لازم يحوط عليهم اللي هما الابو بروتينز. الابو بروتينز ديت في منها خمس انواع، ابو بروتين A و B و C up to E، ودولت بيبقوا water soluble او بولر، فلما بيحوطوا على الليبيدز فبنسمي الاستراكشر ده لايبو بروتينز، وبالتالي بيقدر يمشي يدوب ويمشي في الدم بسهولة. يبقى what is the function of lipoproteins؟ اولا الليبيدز are non-polar substances، يعني insoluble in water، والترانسبورت ميديا في البادي هو البلد، والبلد is polar، فالليبيدز are insoluble in polar media، ولذلك cannot be transported في البلد directly، ولذلك الليبوبروتينز play a crucial role in transportation of lipids by making them polar، بتحوط عليها فبتخليها polar، وبالتالي بتبقى soluble في الووتر او soluble في البلد، وبالتالي بيحصل transportation وبتنتقل للتيشوز. طب what are the types of lipoproteins؟ في عندي 5 main types of lipoproteins. اولا الكايلومايكرونز. الكايلومايكرونز بيبقى mainly triglycerides اكتر من الكوليسترول بكتير. نمبر 2 ال very low density lipoprotein، وده برضو الترايجليسرايدز فيها اكتر من الكوليسترول.
اما الانترميديت دنسيتي لايبوبروتين او بيسموه فيري لو دنسيتي لايبوبروتين ريمننت، ده بيبقى برضو ترايجليسرايد مساويه للكوليسترول. اللو دنسيتي لايبوبروتين والهاي دنسيتي لايبوبروتين الاثنين فيهم الكوليسترول اكتر من الترايجليسرايدز، بس في فرق. ال LDL اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين ده بيبقى باد كوليسترول وهنشوف ليه، وايل ال HDL بيبقى جود كوليسترول. التلات انواع الاولين اللي هو الكايلومايكرون، في منه اسمه كايلومايكرون وكايلومايكرون ريمننتس والفيري لو دنسيتي والانترميديت دنسيتي او الفيري لو دنسيتي ريمننت، تلات انواع دولت بنسميهم الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتينز، يعني اللي مليانين ترايجليسرايدز، وهم برضو باد يعني ليبيدز. دلوقتي بقى بيلعبوا رول مهم جدا في الاثروسكليروز، ما بقاش بس القصه قصه ال دي ال، لا قال لك الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتين زي ما هنشوف كمان شويه بتلعب رول مهم جدا في الاثروسكليروز وريسك فاكتور خطير. ولذلك دلوقتي بقى بيقيسوا ال اتش دي ال ويقول لك النون اتش دي ال ليبيدز، كل دول نون اتش دي ال، يعني الكايرو مايكرو ريمننت والفيري لو والانترميديت والال دي ال، لان كل دولت بيلعبوا رول خطير جدا ومهم جدا في الاثروسكليروز. طب ليه بنقول على ال دي ال باد وال اتش دي ال جود كوليسترول؟ ال ال دي ال لانه بيترانسبورت الكوليسترول من الليفر تو بريفيرال تيشو، بريسبتيت في التيشو، ومن ضمنها طبعا الوول بتاع البلاد فيسلز، وبالتالي بيؤدي الى اثروسكليروز، عشان كده بيؤدي الى ناروينج للبلاد فيسلز ويؤدي الى اثروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيزز. اما ال HDL is good cholesterol، ليه؟ لانه بيترانسبورت الكوليسترول from the peripheral tissue زي الاثروسكليروتيك artery يوديه يترانسبورت للليفر to be excreted في البايل، يعني بيخلصنا من الكوليسترول الزياده ده، فبيمنع انه يحصل له precipitation في الوول of the blood vessels، فبيقلل الريسك اوف اثروسكليروزس. طب what are the types of hyperlipidemia؟ احنا قلنا hyperlipidemia معناها زياده في اللايبوبروتينز، لو كانت الكوليسترول فقط بتبقى hypercholesterolemia لوحدها، وممكن تبقى hypertriglyceridemia لوحدها او combined، زياده في الكوليسترول مع triglyceride بنسميها combined hypercholesterolemia مع hypertriglyceridemia. طب ايه هي الايتيولوجي او اسباب الهايبرليبيديميا؟ ليه بتحصل؟ اما برايمري او سكندري. البرايمري ده جينيتك، حاجه جينيتك زي الفاميليا الهايبركوليستريميا بانواعها المختلفه كتير قوي، وبرده في منها كوليستريميا بس تريجليسرايد هايبر تريجليسرايد او كومبايند. اما السكندري ديو تو ديسيز او دراج، الديسيزز المشهوره اللي بتعمل هايبرليبيديميا اللي هو الدايبيتس والاوبيزيتي والهايبوثايرويديزم والكوليستاتيك ليفر ديسيز والنيفروتيك سيندروم. الادويه المشهوره برضو اللي في الفارماكولوجي اللي بتعمل هايبرليبيديميا البيتا بلوكرز والدايوريتكس، الاستروجينز، الكونتراسيبتيف بيلز، وان الاستروجينز والبروجستيرونز بيزودوا برضو او بيعملوا هايبرليبيديميا، الجلوكوكورتيكويدز، الالكوهولز، كل دي اسباب ممكن تؤدي الى هايبرليبيديميا. السلايد دي بتلخص لنا الباثوجينيسيس اوف اثروسكليروزز اند ديفلوبمنت اوف ستروك او كورونري ارتري ديزيز. القصه بتبدا بالهاي فات دايت، فبيؤدي الى ابزوربشن للدايتري ليبيدز من الانتستين توصل للدم ان ذا فورم اوف كايلومايكرون. الكايلومايكرون بيمشي في الدم بيشتغل عليه انزيم اسمه لايبوبروتين لايبيز انزيم، فبيكسر الترايجليسرايدز ويطلع منها الفري فاتي اسيد تروح للبريفيرال تيشوز زي الاديبوس تيشوز او المسلز، ثم يتحول الكايلومايكرون بعد ما يخرج منه الترايجليسرايد يتكسر يتحول الى كايلومايكرون ريمننت. الكايلومايكرون ريمننت ده هو اللي بيحمل الليبيدز للليفر. الليفر بتريليز ليبيد، بتطلع لنا ليبيد، بس الليبيد دوت اللي هو لايبوبروتين اللي بيطلع من الليبيد اسمه الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، بيبقى ريليزد من الليفر للدم، بيشتغل عليه برضو الانزيم اللي هو لايبوبروتين لايبيز،
ويحوله الى intermediate density lipoprotein او بنسميه very low density remnant، ثم يديني بعد كده ال LDL اللي هو low density lipoprotein. اللو دنسيتي لايبوبروتين لما بتزيد بيحصل لها في بتبقى بريسيبيتيتد في عند الوول بتاع البلاد فيسلز، فبيبدا يحصل لها اوكسيديشن، بتبقى اوكسيدايزد، فبتبنتريت الوول اوف ذا بلاد فيسلز وتروح تعمل اكتيفيشن ثم ديس فانكشن للاندوثيريال سيلز، بتعمل سيل انجري وبتنيشيت انفلاماتوري رياكشن، فبيبدا المونوسايتس تبقى اكتيفيتد وتكون لي ماكروفاجز تتكون كتيره وتروح تنجلف الفارين بادي اللي يعتبر بالنسبه لهم جسم غريب دلوقتي، جينا في الكوليسترول كتير في الوول بتاع البلاد فيسل، فيبدا تنجلف وتبلع الكوليسترول الكتير دوت، فتتحول لفوم سيلز لان هو بيبقى عامل فيها زي الفوم كده زي الرغاوي مليانه ليبيدز، فبتدي شكل الفوم سيلز. و بعد كده مش كده وبس، بتعمل كمان اكتيفيشن للمايجريشن اوف ذا سموز ماسل سيلز، الخلايا بتاعت المسل الوول بتاعت البلاد فيسل مايجريت وتروح عند السايت مع الفوم سيلز الكتيره ويحصل لهم بروليفريشن، فبتتكون كتله او بيسموها الاثروسكليروتيك بليك. هو الاثروسكليروتيك بليك ده او الكلكوعه اللي بتتكون دي بتعمل ناروينج للبلاد فيسل، وبالتالي كمان نتيجة ان الانفلاميشن زاد والناروينج والستيميليشن بتاع الاندوثيليال سيلز بيحصل اكتيفيشن للكواجوليشن، فبيبدا يحصل ثرومبوزز عند السايت بتاع الاثروسكليروزز. يعني مش بس اثروسكليروزز، ما هو ده البليك دي الاثروسكليروزز، بيبدا بقى كمان تانيشيت ان يحصل ثرومبس، فهو دوت اللي بيؤدي الى الاثروسكليروتيك cardiovascular diseases زي الستروك والكوروناري artery disease. طيب ايه الرول بقى بتاع الترايجليسرايد ريتش بروتين اللي قلناهم من شويه، اللي هم الكايروميكلون ريمننتس والفيري لو دينستي والفيري لو دينستي ريمننت او بنسميه الانترميديت دينستي. وجدوا ريسنتلي بقى ريسيرشز كتيره قوي ان الموضوع مش LDL واوكسيدايزد LDL بس، لا ده الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتينز الثلاثه دولت بيقدروا كمان هم كمان يبنتريت، يعني الريمننس بتاعتهم اللي هم حجمهم صغير اهو كان بنتريت اهي، بيقدروا يبنتريت الوول بتاع البلاد فيسلز ويدخلوا يعملوا اكتيفيشن اهو للانفلاماتوري رياكشن، تبدا المونوسايتس تديفرنشيت وتطلع لي ماكروفاجز والماكروفاجز تبلع اهي تنجلف الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتينز دي وتكون لي برضو فوم سيلز. الله، يعني الفوم سيلز مش ال دي ال بس انجلفت بالماكروفاجز، لا ده كمان الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتينز برضو بتبقى انجلفت، وبالتالي بتلعب رول في تكوين الفوم سيلز. ووجدوا كمان ان الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتينز بتستيميوليت الانفلاماتوري رياكشن وبتاكتيفيت البليتلتس وبتعمل كواجوليشن، بتزود الكواجوليشن والثرومبوزز وبتعمل اندوثيريال ديسفانكشن. يبقى كل دي حاجات بتؤكد ان الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتينز بتلعب رول في الاثروسكليروزز، يعني تعتبر برضو باد ليبيدز مش بس ال LDL. عشان كده دلوقتي الهاي كونسنتريشنز بتاعت اي ابو بي لايبوبروتينز، يعني مين هم الابو بي لايبوبروتينز؟ هم ال LDL وكل الترايجليسرايد ريتش لايبوبروتينز اللي هو الانترميديت دينستي والفيري لو دينستي والكايلو مايكرو ريمننتس وحاجه اسمها لايبوبروتين ايه كمان، هم دولت الابو بي. كل اللي اللي فيهم ابو بي، نوع الابو بروتين اسمه ابو بي، ده بيقدر يبنتريت لان ليه ريسبتورز موجوده على الاندوثيليال سيلز، فبيقدر يبنتريت ويدخل ويبدا يعمل اكتيفيشن ولان المونوسايت تتحول لماكروفاجز والماكروفاجز تبلعها تكون لي الفوم سيلز. بص هنا حضرتك ادي ال LDL، ادي الفيري لو دينستي موجود، ادي الكايرو مايكرو ريمننس، الانترميديت دينستي، كل دول كان بنتريت لان فيهم ابو بي. كل اللي فيه ابو بروتين بي
بيقدر يبنتريت ويدخل الايه الوول بتاع البلاد فيسلز، وبالتالي بيبقى انجلف ده، هو يكون لي الفوم سيلز. الفوم سيلز بعد كده بيحصل لها ديث، يعني داينج فوم سيلز مع الكوليسترول كريستالز الكتيره مع النيكروتيك الخلايا النيكروتيك مع سموز ماسل سيلز مايجريت وبرده بتبروليفريت وتيجي تتجمع هنا، كل دي بتكون لي كتله عليها ثين فيلم اوف فايبرس كاب كده، هي دي البليك. البليك دي لو حصل لها رابشر وايروجن وتعمل ثرومبوزز. فهو دوت الديفلوبمنت ازاي بيحصل. الارتكل دي منشوره في الجورنال اوف امريكان هارت اسوسيشن في 2018، بتؤكد ان الموضوع مش ال دي ال بس، لا ده كل الابو بي لايبوبروتينز بما فيهم ال ال دي ال والترايجلسرايد ريتش لايبوبروتينز واللايبوبروتين اي. كل ليه؟ لان زي ما قلنا ان الابو بي ليه ريسبتور هنا بيقدر يخترق ويدخل الوول، وبالتالي بيكون لي الكتله اللي هي البليك اللي بتستيميليت كمان يحصل ثرومبوزز لما بترابشر ويحصل ثرومبوزز، فبتؤدي الى اثيروسكليروزز وستروك وكرونري ارتري ديزيز. ولذلك لو بصينا دلوقتي هنلاقي الدايجنوستيك كرايتيريا بتاعت الديسليبيديميا بداوا في المعامل يعملوا يعني يحللوا التوتال كوليسترول والال دي ال والنون اتش دي ال. بقى في النون اتش دي ال والاتش دي ال والترايجلسرايد. طب ايه النون اتش دي ال دي؟ ما هي الا التوتال كوليسترول اطرح منه الاتش دي ال، يديني النون اتش دي ال كله، سواء بقى ال دي ال سواء ترايجلسرايد ريتش رايبوبروتينز اللي هي الفيريلودنسيتي والكايلومايكرون والانترميديت، كل دول واللايبوبروتين ايه، كل دول يعتبروا باد. يبقى الوحيد اللي جود هو الاتش دي ال، اي حاجه تانية مش تعتبر باد كوليسترول، عشان كده سموه نون اتش دي ال. ودلوقتي داخل يمكن لسه الموضوع ما وصلش للجايد لاينز، ان هم يعني الجايد لاينز لسه بنسبه ال ال دي ال قد ايه والترايجلسرايد قد ايه، بس لسه الجايد لاينز ما اعترفتش قوي ودخلتها في الكرايتيريا اللي بيها بحدد التريتمنت بالظبط. لكن في المعامل دلوقتي بيعملوا توتال كوليسترول وال دي ال اتش دي ال ونون اتش دي ال وترايجلسرايدز. Good luck and thank you.